شركة المحيط. مرحبا بك في نادي أخاك أحمد. الله يحييك ومرحبا فيك وحياكم الله جميعا. الله يعافيك ويسلمك ان شاء الله. الله يرضى عليك. بدينا نود منك تعرفنا كيف تعرفت على شركة المحيط. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا لي أخ قبل تقريبا 12 سنة أو أقل تقريبا جاء عن طريقكم لنفس المكان هنا ماليزيا لنفس الدولة وقضى تقريبا ما يقارب 21 يوم يعني أقل مني فنصحني بالشركة هذه تواصلت معكم والحمد لله يعني وش أكلمك تقييمك لأداء شركة المسجد بداية من فراس المعامل الوحدة. طيب هي كبداية للأمانة كان أخوي اللي أكبر مني هو اللي متواصل معهم بحيث أنه هو متعامل معهم من أول لكن أنا من بعد يعني الحجوزات والشغلات هذه للأمانة يعني دخلت على الشخص المعني وبديت أستفسر منه عن بعض الشغلات والاستفسارات والحمد لله يعني تقييمهم تقييم عالي وأدائهم أداء عالي وناس يعني في قمة الاحترام استقبال في المطار الحمد لله استقبال في المطار يعني ما كان صعب جدا مجرد ما تواصلوا معي وفي غضون يمكن ثواني السياره كانت موجوده يعني بمجرد اني ما خرجت من بوابه المطار ما انتظرت انت 3 دقائق الحمد لله السيارات يعني بشكل عام نوعيه السيارات يعني ممتازه انا ما راح ادقق على نوع السياره لكن يكفي ان السياره تكون نظيفه داخليا مكيفها مضبوط مرتب بس يعني انا ما اتكلم لكن بشكل عام ممتازه. الجولات السياحيه الحمد لله بالنسبه للجولات السياحيه على العال الحمد لله حتى انت وقعت اتوقع انك تقدر تغير على الخطه مثلا تقول ما ابغى اروح المكان الفلاني ابغى اروح المكان الفلاني هو ضمن الخطه يعني وبشكل عام الحمد لله طيبه يعني. الفنادق الحمد لله ولا فندق من الفنادق اللي سكنتها اشتكيت منها الحمد لله. ما صعوبات التي واجهتك؟ يعني الصعوبات يمكن شغلات علي انا ما هو بشكل عام للسياح لان السياحة اوكي بيوفرون لك مثلا كاتفاقية معهم وجبة الفطور في الفندق لكن انت لما تطلع برا كيف لازم تتعامل مع مطاعم عرب وشغلات لكن بشكل عام الحمد لله ما في اي صعوبات بالنسبة يعني في اطار الـ 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 الشركة أو في إطار الجولات الحمد لله. كلمة أخيرة أحب إني أشكركم والله يعطيكم ألف عافية على المجهود اللي بذلتوه والحمد لله حتى وأنا يوم وصلت ماليزيا هنا داخل واحتجتكم وأعطيت بعض الاستفسارات الحمد لله يعني لقيتكم كأخوة ما هو إني أتعامل معكم كمكتب وكمكتب سياحي وكواحد جاي سايح يعني والله يعطيكم العافية وما قصرت. بإذن الله بإذن الله وأنتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله.